ولادنا حد فيكو عنده البطاقة دي؟ أنا وأحمد جوزي. يعني كويس جدا. يعني في ناس عندك إسماعيل؟ نجحت إسماعيل، نجح أحمد صوي، نجح كويس. يعني في ناس نجحت في إصدار البطاقة. أنا معايا بطاقتي من 2019 وجوزي من 2020. استفدتي منها؟ خلينا نسأل بوضوح. عملت فيها إيه إيمان؟ استفدتي منها يا إيمان؟ أنا بركب فيها مواصلات لما يكون جاي من المنصورة لحد هنا، ولكن داخل الأقاليم ما بستفدش منها حاجة. طب ليه جوه الأقاليم؟ يعني لما بتتنقلي من محطة قطر لمحطة قطر ما بتستفديش منها؟ لا، هي القطر ماشي، لكن مواصلات عامة ما فيش مواصلات عامة تانية في الأقاليم غير القطر، وده مش طريق. يعني أنا مش بسافر القطر غير لما أكون جاية القاهرة. لكن المواصلات العامة يعني المفروض القانون بيتيح لك تستفيدي بيها. يعني شايفة كمية الحاجات اللي رصدتها الدكتورة تقول ان انتوا ممكن تستفيدوا بحاجات كتيرة جدا. الحاجة الاكتر اللي كويسة يعني وموفرة علينا جدا اللي هي خصم 50% على شركات المحمول، بصراحة بنشكره يعني. طيب في مشكلة، انا عارف ان في مشكلة في اصدار البطاقات دي. احنا سهلنا المشكلة، قلنا حطينا يعني انه طلبات كتيرة على وزارة الصحة، فقلنا احنا هنعفي الاعاقات بالغة الشدة والشديدة من اصدار البطاقة الصحية الحديثة، وقلنا هناخد الاثناشر إعاقة، الاثناشر نوع من الإعاقة. كويس. الكفيف، الأصم، اللي عنده بتر في أحد الأطراف أو بتر متعدد، الشلل الرباعي، الشلل النصفي، قصار القامة لو 140 سنتي فأقل، اللي عنده ضمور عضلات شديد، أصحاب طيف التوحد. الحقيقة حطينا اثناشر نوع وقلنا لهم ما تكشفوش صحة، تعالوا لنا على طول كوزارة التضامن. الحقيقة دولة رئيس الوزراء سيادته وافق إن إحنا نعين 10,000 أخصائي وباحث. مش هنستنى بقى لما يقولنا، إحنا هنروح. كويس. لأن جدا. في بعض الناس لسه مش واعية مزايا البطاقة، وإحنا كدولة عايزين قاعدة بيانات عشان نعرف ولادنا فين. طب مين اللي الأسرة كلها ممكن تكون، فنحمي الأجيال اللي جاية. طب مين ما عندوش فرصة عمل، خاصة إن إحنا وإحنا بنسجل اسمه بنشوف إيه الخدمات اللي هو محتاجها، عشان كده اسمها الخدمات المتكاملة. فإحنا بنعد وبطلب منكم ومن ولادنا ومن أسرهم، وإن يعني حفزوا وعبقوا على قد ما تقدروا عشان نقدر نستوفي. لو بنقول فيه 2 مليون من ذوي الإعاقات الشديدة، فأنا أتمنى إن السنة ما تخلصش غير وعلى الأقل طب خلصت الـ 2 مليون دول وندخل على المتوسطة بعد كده. فبندور بقى على مدارس الأمل بتاعت الصم، نقول لهم ادينا كل الولاد اللي عندك، نروح على المكفوفين في الجامعات، بنروح على الجمعيات بتاعتنا. حضرتك بتقول يتواصلوا معانا، يا ترى حضرتك في آليات سهلة بتساعدهم فعلا ان هم يتواصلوا ويقدروا يستخرجوا البطاقات دي ويقدروا يخلصوا إجراءاتها؟ يعني كيفية التعامل مع الوزارة؟ احنا عندنا مبدئيا 150-44 الخط الساخن، 150-44 عايزين نكتبه في الشريط ويفضل موجود علشان الناس تأيده. 150-44 للطلبات أو للاستفسارات حوالين البطاقة. عندنا 228 مكتب تأهيل. طب أنا بقول لحضرتك من دلوقتي، ده سؤال في برنامج العباقرة، الخط الساخن هيبقى رقم كام؟ بس مش ليكو، مش للموسم ده، لموسم تاني. احنا كلنا عارفين، مش هيفوتوه. احنا كلنا عارفين. كام يا اسماعيل؟ 150-44. شفت، ممتاز. كويس كويس. 150-44 ممتاز. فغير الخط الساخن احنا عندنا مكتب تأهيل، كل منطقة وفيها مكتب تأهيل الأقرب ليها بيسأل على مكتب التأهيل. ومكاتب التأهيل هتلاقوها عندنا على الموقع الإلكتروني بتاعة الوزارة، هتقول أنا أو تكلم الخط الساخن، أنا في منطقة كذا، فين مكتب التأهيل قريب من بيتي. في عندنا المجتمع المدني، بدأنا نخليهم يدخلوا معانا عشان يسجلوا معانا. هننزل فريق الهلال الأحمر المصري، جمعية الهلال الأحمر المصري، عشان تقدر تنزل معانا ميدانيا. نقلتيني لسؤال مهم جدا، استراتيجية التطوع. انا عرفت الأسرار كلها يا أستاذ عصام، احنا بنحاول نذاكر يعني. لا لا، بص حضرتك، الملف ده عظيم، واحنا الملف ده ما حسيناش بقيمته غير لما عملنا الموسم ده، من أجمل المواسم اللي عدت علينا. ده عشان حضرتك بتقوده وعشان ولادنا حبايبنا موجودين، يعني حاجة عظيمة يعني، جمالا وبهاء يعني. فبقى في ناس كتير بتكلمنا عن التطوع، نقدر نساعد ازاي؟ اللي عايز يتطوع دوره يبتدي منين ويقدر يقدم ايه؟ اولا احنا يعني بنطلق الشهر دوت استراتيجية التطوع الوطنية.
كويس جدا. انا حضرتك بتتكلم على التنسيق وعلى تنظيم الجهود، فاحنا الحقيقه كذا وزاره بتشتغل على المتطوعين، احنا الشباب، التعليم العالي، التربيه والتعليم، المجتمع المدني. احنا بنقول عندنا يعني بشر كتير جدا جدا، طبيعتنا كشعب مصري عطاء، كله بيحب ولادنا على فكره، وكله يتمنى انه يساعد لكن مش عارف يروح فين. فبنطلق لاول مره قاعده بيانات متكامله. اولا احنا بنفتح باب التطوع مش للشباب بس، لكبار السن ولربات المنازل وللاطفال، لان من حق كل بني ادم انه يعطي، لان العطاء مش بس كواجب وطني، العطاء بيسعدنا احنا نفسنا. احنا فاكرين نفسهم احنا اللي بنسعدهم، لا الحقيقه هم اللي بيسعدونا. فالحقيقه بنعمل قاعده البيانات المتكامله عن التطوع، بتسجل نفسك، بتقول انا عايزه اتطوع في المجال الفلاني، عايزه اتطوع في محافظه كذا، عايزه اتطوع ساعتين مثلا في الاسبوع، لا عايزه اتطوع اتيح عيادتي اكشف فيها على ناس ممكن تكون بتعاني، عايزه اتطوع اعمل رفيق لكفيف. فالحقيقه بنفتح مجال التطوع للمجتمع كله، وقد ايه ده هيساعد مش بس على الاستقرار المجتمعي، على التماسك، وعلى ان مجتمع واحد فيه روح الانتماء وروح العطاء لاولادنا ولكل الفئات اللي بنتشرف بخدمتها في الوزاره، زي المسنين وزي الايتام وزي الاسر الفقيره وزينا احنا كمان. يعني احنا ساعات بنحب متطوع الى جانب، لا احنا عندنا تجربه واضحه وصريحه. دكتوره سمر موجود.